مرحبا بكم معايا من مطبخ أم رسلان مع وصفة جديدة لليوم اللي هي سفيرية البروكلو أو الشوفلار. بدون إطالة نبدأ في المقادير. المقادير نحتاج شوفلار اللي هو البروكلو، كنت فورته من بعد ما فورته ومعسته بالفرشيطة، يعني رحيته بالفرشيطة ودرت له الملح والفلفل الكحل. اللحم أو دجاج أنا استعملت العظم تاع الصدر تاع الدجاج، بصلة سنينة ثوم صغيرة، سمن ملعقة سمن ملعقة زيت، ليزيبيس اللي هما زنجبيل، ملح، فلفل الكحل، شويه كزبر، شويه موطارد. انا لي صوص بلونش ما قدرش نطيبهم بلا زنجبيل وموطارد. جبن، قطع الجبن بالنسبه للبروكلو، قطع الجبن راح نرحي بهم، البيض، الشابلور والفارينه بطبيعه الحال. انا هنا نجيب الطنجره تاعي، لوحت فيها الزيت، زيت السمن، السمن، البصلة والثوم تاوعي. البصلة أنا هي مرحيتهاش كما راكم تشوفوا، راهي مقطعة قطع صغيرة. لوحو العظم تاعي، كي تبدا البصله تذبل نلوح لي زيبيس تاع الدجاج. هاني ذبلتهم شويه، راح نلوح لي زيبيس، راح نلوح الموطارد كما راكم تشوفوا، ولي زيبيس كامل. نزيد نخليهم شوي ونمرقهم بالماء السخون. انا نسيت نقولكم كي عطيتكم المقادير نسيت نعطيكم الحمص، راح ندير الحمص معاها، خليها تذبل مليح. مش دائما نطيبو باللحم والدجاج، اللي ما يكونش حاضر عندها اللحم والدجاج تقدر تطيب ماكلتها عادي وتجي بنينه وكانها طبت باللحم والدجاج. يا اما العظم تاع الدجاج كما راكم تشوفوا، يا اما تاع اللحم عادي، لحم احمر. هنا بعد ما تقلات البصله تاعي راح نمرق، الماء يكون سخون طبعا ما نكثرش الماء، هكا يكفيني. راح نلوح الحمص تاعي، نقفل عليها باه يطيب لي الحمص، ونخلي لاصوص تاعي يطيب ونروح نوجد هنا نبدا نوجد البروكلو تاعي. كيما راكم تشوفوا البيض هنايا تبلته باش ما يجينيش تما صامت، درت له شويه ملح وفلفل الكحل. نخرجوا شويه على الطريقه التقليديه. نهز كميه بيدي بهذه الطريقه، نحط قطعه الجبن داخل. انا درت هنايا البروكلي وحده، اللي تحب دير معاه فيونداشي، ولا تجيب صدر تاع الدجاج ترحيه تقليه كيما الفيونداشي. نشكلها مليح باه ما تتحليش، نمررها في الفارينه، نحاول نغطيها مليح بالفارينه، نزيد نعدلها.
البيض شابلير ونحطها. بهذه الطريقه غطيتها كامل غطيتها يعني مليح. نزيد لكم حبه هكا نحلها قطعه الجبن نغطيها. نحاول نغطي مليح قطعه الجبن تاعي. الفرماج نغطيه مليح باش ما يخرجليش وما يتحرقليش تما ما تتحليش الحبه. بهذه الطريقة قطعة الجبن نغطيها مليح. مررها في الفرينة نزيد نعدلها مليح. والخبز الملحي نغطيها مليح بالخبز الملحي. نبدا نقلي الحبات تاوعي في زيت سخونه من قبل. نحاولوا نطيبوها كامل بنفس اللون. ونحاولوا كي نجيو نقلبوا الحبه نساعدوها باه ما تتفتحش. هو يعني غالبا ما تتفتحش لخاطر ماهيش كيما تاع البطاطا، مش كيما سفيريه البطاطا. بعد ما حمروا حبات تاوعي راح نحيهم من المقله. ندير ورق النصاص باش يمتص لي هذاك الزيت. هاي حبة تاعي تقريبا طابت كامل على نفس اللون. اللي عندها فريتاس تقدر ديرها في فريتاس قيس ما تتحمر لانه كلش طايب كما شفتوا. راح نقسم لكم حبه تشوفوها كيفاه جات معنا كيفاه طابت من الداخل. هي مازالت سخونه ما قدرتش نقسمها بيدي. ها هي كيفاه جات من الداخل. ها
جبن تاع عذاب. راح نرافقها بلاصوص بلونش اللي طيبتها، اللي كنت طيبتها معاكم، وكنت قليت بطاطا مكعبات باش نرافقها مع لاصوص، مع هذه السفيريه كريه البروك. الله تكون عجبتكم وصفتي لليوم، اللي هي سفيريه البروكلو ولا شوفلر ولا كريه البروكلو، واللي عجبتها طريقتي واللي عجبتها الوصفة تاع اليوم، ما عليها غير تضغط جامل الفيديو ودير اشتراك لقناتي، وليصلكم كل جديد، ما عليكم غير تضغطوا على الجرس، راح يوصلكم فيديواتي بلا ما تبحثوا عليهم. ان شاء الله تجربوها وتعجبوا.